الشائعات تلاحق ليونيل ميسي، هذه المرة ليست رياضية لكن عائلية، حول حب حياته أنتونيلا وتكهنات حول انفصال وشيك بينهما. صحيفة ABC الإسبانية فجرت المفاجأة حين أعلنت أن علاقة ميسي بزوجته في أسوأ أيامها بسبب خلافات لم تحددها. الشائعة المدوية استندت على أمور عدة، أولها عدم ظهور أنتونيلا في لحظة تتويج ميسي بالكرة الذهبية الأخيرة حين صعد أطفاله فقط إلى مسرح الجائزة، رغم دعوة الزوجة التي كانت حاضرة لكنها لم تستجب. صورة ميسي على إنستغرام وحيداً وحذفه لصورته مع أنتونيلا زادت التكهنات، لكن الأمر لم يزد بعد عن كونه شائعة ربما لا تكون حقيقية، لكن المثل الشعبي يقول ما في دخان بلا نار.